عبد الصمد خليهم يجروا بالراحه شويه. يلا طلع اللي بعده. ما خلاص خلصوا كده يا بهير بيه. على فكره لسه ما خلصوش، لسه واحد يا عبد الصمد. ما ينفعش يا بهير بيه، ده انا اللي بشغل اللعبه. عادي اشغلها انا. بهير سوفي، بهير انت مش هتبطل الشقاوه دي؟ هبدو الطباخ داخلي جوه متعور. حرام عليك يا اخي كده، مين دلوقتي هيعملك الكريم بروليه اللي انت بتحبه؟ يا مامي انا ما بقتش صغير وقلت لك الكريم بروليه انا ما بحبوش. جيلين باب سوفي دي خلاص، هي كلمه واحده، اللعبه دي ما تتلعبش تاني ابدا. يا مامي بقى عايز بس بهبور يقول لمامي ايه؟ يا مامي بهبور يقول لمامي ايه؟ بهبور يقول لمامي حاضر. وكمان انت ما بتروحش الكليه، الدكاتره كلموني واشتكوا منك. اكور يا مامي هروح الجامعه. يلا ايدك بقى على 8-9000 جنيه كده، عايز اشتري بوكسرات جديده. انت هتستعبط؟ انت مش لسه شاري بوكسرات الاسبوع اللي فات؟ بوكسرات من الاسبوع اللي فات؟ ادمت طبعا يا مامي، مش هتلعب صمد. حسن استهانم ونزلت بيهم البحر. انا مش فاهم انت بتعمل بيهم ايه؟ عندك اكتر من 350 بوكسر. طلعي لي واحد فيهم متكرر. مش مسألة متكرر، ازاي يبقى عندنا اكبر مصنع ملابس داخلية ولونجري في البلد وتروح تشتري من المنافسين؟ عشان انتوا بقالكوا اكتر من 50 سنة لسه بتصنعوا زي ما انتوا. سوري يا مامي، كيلوتات البيضة دي اللي هي خلاص بقت ديمو دي، محدش بيلبسها. عبد الصمد انا بلبسها. غطي ايه ده؟ انت بتتريق؟ طيب مفيش فلوس بلا رجع. يا مامي مفيش. مامي بهبور يقول لمامي ايه؟ يا مامي بهبور يقول لمامي ايه؟ بهبور يقول لمامي حاضر. ايوه هبيعها واشتري حصان، بتعطل كل 5 دقايق ومخليه منظري زفت في الجامعه. ما تقوليليش بس ما ينفعش اروح الجامعه بحصان عشان الاستاذ طلع في برنامج قبل كده وقال ان هو راح المعهد بحصان. ايوه يلا ابتدي غلطي في الاستاذ وقلي ادبك زي كل يوم عشان السكه تقفل في وشك. يلا ايوه اهو 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 يلا هتوحشينا، باي باي. صباح الخير يا دكتور. معلش عطلك ثواني. ياسمين تعالي معلش اقعدي هنا. دي صاحبتي اصلا. يلا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وساره تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه جوه وانا هجي لكم. عبير وميمي ورا. اقعدي هنا بقى عشان تبايدين المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم، انا المصيبه انك عاجبهم هم. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هم عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه، خليها طريه خليها طري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنة دي لا هيبقى محسوبية ولا صحوبية ولا حتى بالحروف الأبجدية. مشروع السنة دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسة كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا لا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف دخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبعك هنا يا شايف. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غيفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفعي لدكتور فصيل عشان يردحني زي ما بتدفع لكل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هم اخواتي بيبو وبشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا ده هو يا فوق لنفسكم. ده انتوا خشوا وقش وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاق افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم، لكن ما شفتوش دكتور بصير العربقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير
شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم، يعني توأم. بسم الله ما شاء الله، صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه يا دكتور؟ احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى. طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل هيتعمل، وانا اللي هشرف عليه بنفسي. عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. أنا حبيبي حبيبي عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف. فيروز نسم علينا الهوى. هوى ايه؟ مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن، ايدكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فاكر اول ما عايز فاكر. هات بقى 20 يا شهير. اخلص خمسه ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير، اكيد تشتغل يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شعير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن أن يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمداً على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن الجهاز. عارف ده معناه إيه؟ ولا لا؟ شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قوله. أخبار أهرام جمهورية. تعال تعال اديني النص اليوم. نعم. اديني أي حاجة، أنت هتصاحبني. هو ده قلنا النهاردة؟ أيوة يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم، هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم، فرجت عربيتي. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات. أول تاني تالت رابع مرشديه. بسم الله ما شاء الله، رائعة ومبهرة فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول حضرات مش زينة. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط أبيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط أبيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق.
انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسالني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش؟ انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميس انا بحس مسبول. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى، عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك. خد راحتك اذنك. حط ولاعه مكانها والنبي. الله جبتوا؟ هاركد عامل لكم مفاجاه بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملايه اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه الملايه هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو انا هجرب. ها براحتك. خد يلا. انا سبع غضنفر يا عبد السود، عمارة الزيادي ها مصارع الاسود. طب اسمعني اذن يا ملاعب القرود، هقطعك حتت وارميك للبعوض، وان كنت انبي انا حرس الحدود. حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هو الواد ده كان عسكري في الجيش ولا ايه قبل ما يجي هنا؟ اسمع يا عماق يا زياد، وانت يا اسود يا ضب يا حجر، الحكم بينكم هيكون مع عبد. برافو، ايه الجمال ده؟ ألف 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 مبروك يا أبو سمرة. ربنا يخليك. أنا بقى هشهرك. ربنا يخليك يا أستاذ. وهمضيك على ثلاث أفلام. بجد والله يا أستاذ؟ بس هتاخد مني كام يا عم الحلو؟ اللي تشوفه يا ريس إن شاء الله هتاخد 100 جنيه. هو ده الشغل يا سمير، ألف مبروك. مبروك يا حبيبي. شوفوا لنا بقى بكرة واحدة تتبذبذ المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا أستاذ يا أستاذ، أنا ممكن أبس حضرتك عادي. لا، إلا دي مستحيل أبوسها. ليه ان شاء الله؟ انت فاكرين يعني معرفش ابوس؟ على فكره انا اعرف ابوس كويس جدا، حتى اسال اي حد في الاستديو. انا مش هسال اي حد في الاستديو، وريحي نفسك، لو السما اتطربقت على الارض انا مش هبوسك. ليه؟ ما يغركش شكلي كده، على فكره انا ممكن حتى اقصها شويه، ولا انت مش حابك شكلي من اساسه؟ يا ستي انت جامده، استغفر الله العظيم يا رب، شوفي هتغلطيني وتخليني اقول ايه؟ يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم واتنجمت خلاص؟ يا ستي مش مساله اتنجمت وادوني الفيلم، الموضوع اكبر من كده بكتير يا انسه سميره. انسه بردك اسال اي حد في الاستديو. استديو؟ طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا لك غسيل معده، اكيد كنت بتحاول تنتحر، ده حب ده ولا ايه؟ لا لا مش موضوع حب، لا ده بس الراجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني. لا اكيد ده حب. يا ستي مش حب ولا حاجه، ده بس يعني المانجا اللي شربها زي ما تقولي بايظه. لا اكيد ده حب، بس هي لو كانت بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السم تتقابلوا في الجنه. نفسي يا شهير اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر، وانت كمان تكتب لها شعر. انا رايي انك تسيبك منها وتركز في شغلك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ اكيد انت السواق بتاعه. لا 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 مش سواق بتاعه، لا بس اصل البدله شبهها شويه. لا انا طيار وانا شاعر. ايه شاعر؟ طب انا لازم استاذن، في مريض لازم اروح له، لازم ادي العندليب الحقنه. العندليب عبد الحليم علي هنا في المستشفى؟ لا عندليب الاسمر. عبد الحليم حافظ؟ طب استاذنك معلش تديلي الورقه دي. طبعا عن اذنكم. طب معلش استاذنك يعني معلش تاخدي الورقه دي كمان مني، ده عنواني واستنيكي بكره بالليل. قله الادب والسفاله دي. لا لا ده احنا عاملين حفله كده عندي في البيت والشله كلها جايه وشهير جاي ويعني مستنيينك. ها يبقى اكيد هيجي. طيب بعد اذنكم. اتفضلي. ده ايه ملك الرحمه دي؟ ملك الرحمه؟ تصدق قفلتني منها في ثانيه. ايه رايك يا بهير بيه؟ قلت لك يا بابا ده غير عادي، عبقري، ده مش بني ادم زينا. شايف يا بابا شكلهم منور ازاي؟ لا وصفتهم زادت بنفسهم. اختراع مذهل يا بهير بيه. شوف يا بهير بيه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي
وفي ناس تانية بتهتم بالجوهر الداخلي. احنا بقى هنهتم باللي بينهم. مدهش بديع، فكرة هيلة بجد. حتى يا بابا لو واحد عايز ينزل البحر ممكن يقلع البنطلون وينزل على طول. لا دي عفانة، دي سيبك منها. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجالي المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. من فضلك ابعتي لي الولد اللي كتب الكلام ده. حاضر. انت انقذت حياتي. انت رايح فين؟ استنى شويه. انت في ايه ولا في ايه؟ انا اسف، اسف جدا جدا جدا، اسف. حصل حاجه؟ ايه ده، ده ايه العسل ده؟ وكمان بتعكسها روح امك. ولد انت مش عارف تتكلم مين ولا ايه؟ هو اي عيل متني حاجه امسك فيها يقول لي انت مش عارف تتكلم مين؟ يعني هتطلع مين يا حلاته؟ انا منير بالخطير يا حيوان. بشرف، شوف بشرفي لبيتك في الحجز الليله دي. وانت بقى حبيتك عندي الليله دي؟ ها بجد؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده العنوان بتاعي، عامل بكره في البيت حفله كده ومستنيكي بقى. متاخريش بقى. كابتن كابتن. نعم. هي فيلا رقم 12 ولا 13؟ وايه الفضل اللي انتوا فيه ده؟ هي الاتوبيسات عندكم على طول فاضيه كده؟ فاضيه؟ فاضيه ايه يا بهير؟ الاتوبيسات زحمه جدا النهارده. دي زحمه دي؟ البلد كلها بقت زحمه. انت عارف انا سمعت ان بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في القاهره. 10 مليون في القاهره؟ انا عايز اقول لك احنا بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في الاتوبيس. معاك بتاع يا استاذ. انت اخينا، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده ممكن يسخطك قرد دلوقتي. لا فرملي، بص ايدك ما توديناش في داهيه. حضرتك انا معيش بطاقه بس انا معايا الباسبور، بس ينفع اوريه لك على جنب؟ ليه؟ بس مش هينفع اوريه لك قدامها. ايه هو يا اخويا اللي مش عايز توريه قدامها؟ باسبوري. ما انت يا اخويا بهير. ايه ده يا شاطر؟ فاكرني مغفل؟ ضارب لي بصي. اراهنك. اتفضل. بهيرة بهير، بهيرة بهير، وفي خلال اسبوع هكون متجوزة. ايه رأيك بقى؟ طب ايه رأيك بقى ان انا هتجوزها النهاردة بالليل؟ ايه رأيك ان انا هتجوزها دلوقتي حالا؟ بهيرة. بهير حزعتني. انت جيت هنا ازاي؟ وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ سوري، جاي لك بلبس الشغل ما لحقتش اغير. بهيره انا جاي اودعك، دي هتبقى اخر مره نشوف بعض فيها. لا يا بهيره، اتوسل اليك ما تسيبنيش. للاسف يا بهيره، احنا اتكتب علينا التعاسه الابديه من اجل اسعاد الاخرين. خلص بقى، ده انت اوفر انت وامك. اسمعيني يا بهيره كويس عشان ما فيش وقت. انا دلوقتي هطلع فوق، فوق خالص. منير الخطير جاي في السكه وهيطلب ايدك. اقبلي، ابوس ايدك يا بهيره، اقبلي. ايوه لكن. مفيش لكن. بهيرة اقول لبهبوري ايه؟ بهيرة اقول لبهبوري. بهير، بهير، الوداع يا بهير. سلام يا شهير. يلا يا مغلان قبل ما ينزل. يلا. مش راضي تفتح يا منير. عم اقعد. مبروك الرهان يا عم، مبروك. والله العظيم يا بهير دبانه وقفت على وشك. الف مبروك لما كملت. ميرسي يا شهير. عقبال طنط شهيره وطنط سميره. يلا يا جدعان بسرعه، امي مستنيه في الشارع، ودي لو اتاخرنا عليها ممكن تشقط عادي. يلا.